السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام، حياكم الله. عندنا اليوم موتر جميل ان شاء الله راح يعجبكم، 1986 مرسيدس 560 اس ال، ما شاء الله تبارك الله. طبعا متميز الاس ال بالهارد توب والسوفت توب، يعني الحديد السقفي والقماش السقفي، وكلها تقدر تشيلها وتنزلها وتصير السياره كشف، وما شاء الله تبارك الله. وال560 اس ال مشهور جدا ومن ارغب السيارات اللي يطلبونها أهل الخليج، وحتى هنا مرغوبة جدا عالميا، السيارة مرغوبة ما شاء الله تبارك الله. عندنا 86 هذا سلم كله مشترينا من وكالة مرسيدس نفسها. الموتر نظيف، ممشى عالي شوي لكن الموتر نظيف وما شاء الله تبارك الله. نأخذ لكم نظرة، طبعا مصاخة هذه شوي فيها لكن الموتر ما شاء الله تبارك الله بصراحة ممتع. الموتر قاعد يسوق يمكن لي نص ساعة وانا قاعد ألف به سلمكم الله ومستمتع فيه بصراحة، ما شاء الله. الله يبارك، ما شاء الله تبارك الله. داخلية كراسي، هذا الموتر حيل نظيف. شغله الأصلي كله موجود ما شاء الله. ممشى 170,530 كيلو. يا صلاتنا على النبي ما شاء الله. طبعا المنطقة دي أي سيارة كوب وخصوصا السيارات القديمة دائما المرتبة هنا تتمخش وتتجرح. عندنا هنا سلمكم الله أوراقها الأصلية ما شاء الله معانا، وكتالوجاتها الأصلية، وهذا سلمكم الله اللي هو بطاقة التعريفية باسم المالك الأول والرقم الشاصي وكل شيء موجودة هنا ما شاء الله. ندلدل على كل شيء محافظين عليه، الموتر يستاهل بصراحة. من وكالة مرسيدس نفسها طالع، كان معروض في وكالة مرسيدس سلمكم الله كعرض، يعني ايش اسمه، ماخذينه كسيارة عرض، لكن احتاج المساحة فباعوا هذه السيارة سلمكم الله لنا، والحمد لله توفقنا. شوف الداشبورد نظيف كيف، يا سلام. اشغل لكم السيارة ما شاء الله من الدقة الأولى. احنا بسم الله ما شاء الله، هذه المكينة اللي فقاتها يا سلام. وهذه اوراق السترات البتالة. هذا الموتر ما يحتاج، راح نسوي لكم تجربة قيادة مقطع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله، وإن شاء الله إن ما قصرنا. وفي مقطع راح يكون مقطع صغير للملاحظات الخارجية، راح أحطه مقطع خاص للي صامل يبغى السيارة إن شاء الله. عسى الله يبارك لنا ويبارك لكم. الموتر صراحة يا إخوان نظيف ويستاهل للشخص اللي يدور موتر، يعني ما أقول لك أنظف موتر في السوق، لكن موتر يجمل، يعني تأخذه إن شاء الله في أي مكان راح يجملك.